اهلا وسهلا فاميلي ديالي لاباس عليكم كنتمنى تكونوا مزيان او صحه مزيان زعما كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم الا كنتي اول مره كتشوف لاشين ندير الى فاميلي فما عليك تهبط الضغط ضغط على زر الابوني كذلك تفعل الجرس وما تنساش دير معاك كومونتير زوين بحالك باش لا فيديو اللي جاي تلعب بزاف ديال الكومونتيرات كيف ما كتشوفوا هنايا. اول حاجه كنبغي نقول للناس اللي التحقوا في القناه والناس الجداد مرحبا بكم والف مرحبا. ثاني حاجه شكرا لكم على الكومونتيرات ديالكم الزوينين اللي كانوا في اخر فيديو. صراحه الله سولتكم بزاف ديال الاسئله ولقيت عندكم بزاف ديال الاجوبه شكرا لكم بزاف والله حتى كتنفعوني كتنفعوني ديال بصح. مثلا ملي كنبغي ناخذ شي حاجه كنبارطاجيها معاكم وكنسولكم واش زوينه واش خايبه حيت عندي لي ماما بزاف فهاد لكم وكانت النصيحه ديالكم مفيده فاتني بزاف. المهم وبزاف ديال اللي كيسولوا على صبر الله اللي كيسولوا واش ديتي في التجهيزات ديالك شنو خديتي شنو ما خديتيش. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم كلشي لقيتوني يلاه دخلت وقلت اليوم غادي نبارطاجي معاهم لا فيديو اليوم غادي نصور لهم فيديو باش هكا الا كنت نسيت شي حاجه تخليوها لي عاوتاني في لي كومونتير. ولكن صافي خوتي بركه مخسره الفلوس خوتي صافي رزقي ضاع صافي بركه مخسره الفلوس البلان ما فيه هو غتسناوني واحد شويه يعني ما تزعبيوش اختي غنمشي نبدل حويجاتي داغي وانا معاكم باش نبارطاجي معاكم داكشي كاع اللي خديت. يلا اختي ليتس جو جهزتكم اختي فواحد تدويشه دايزه الكلام عرفتي غير كندخل كنطلق عليا المسخون تنرشح ولكن وعدت راسي قلت غير ان فون وخرج نكمل لهم الفيديو صافي هذا معكم. المهم بزاف منكم تيقولوا لي واش بديتي كتشري زعما الحويجات راسك شنو خديتي شنو ما خديتيش. المهم داكشي كاع اللي خديت اختي اللي غادي نحتاج ان شاء الله ف زعما فتره ديال النفاس كل اختي حطيته هنايا ونبارطاجي معاك داكشي اللي خديت. وإلا ناقصاني شي حاجه قولي لي في الكومونتير ما ناقصاني شي حاجه قولي لي بارك عليك. حاولت انني ما نكثرش بزاف ديال الحوايج من نقويش عليا قوه البيجامات وصافي يعني. المهم نوريكم داكشي اللي خديت. حاجه اخرى بزاف ديال اللي كيصون تيجيوني على واش كتستعملي شي برودوي واش كدهني زعما الخطوط البيضاء اللي تيكونوا في الكرش ولا الخطوط الحمراء. انا البنات ما كنستعمل حتى شي برودوي. الحاجه الوحيده اللي كنستعمل هو زيت ارغان بوحدي كندهنوا لوجهي العنقي الكرشي هو اللي كنستعمل فقط. حاجه اخرى اختي غنوريكم هاد العيبات هادو اللي خديت داكشي. وكاين البنات يقولوا لي وراه باقي الحال وراه هادي وراه ايها اختي انا ما بقى لي والو ندخل على شهر الثامن ان شاء الله بحول الله غير الله يفكنا على خير. ولكن قلت اللهم نحيدهم عليا دابا قبل الوقت حيت جاي العيد وخاصني نمشي لدارنا وبزاف ديال البلانات وداكشي. اللهم نحيدهم عليا اختي قبل العيد نحيدهم عليا ونحطهم نرتاح حتى الا باقا خاصني شي تويتيه خفيفه ولا شي حاجه بحال هكا ناخذها على تيسه صافي. اما والله القسم البنات الا هادشي ديال البيجامات الا كيدي لك الوقت وتتبقاي طوطحي النهار كامل وانت تدوري وما تلقايش اللي عجبك تتمرضي ايوا هذا ما كان. المهم اول بيجامه هذه ديجا كنت بارطاجيتها معاكم اللي كنت خديتها اختي من طنجه حيت كون ما خديتهاش كنت غادي نتقولب ديال بصح. ها انت اختي تجي هذه طويله حتى فاش مشيت ناخذ هنا البيجامات كنت كنقلب على بيجامه طوال ما لقيتهمش. هذه بيجامه طويله فيها الدونتيل في مع الجناب وفيها صديفات هنايا وباب الكميمات ديالها تيجي معاها هاد البينوار هذا البينوار ديالها يا اختي ها انت حتى هو تيجي بالدونتيل في ديدات وهنايا حتى هو تيجي طويل. هذه بيجامه دو بيس ياك اختي وغادي ندير معاها ان شاء الله بحول الله هاد الفولار هذا في الزراق ها انت لحقت حتى البيبي ديالي خديت ليه واحد اللبسه اللي ديجا بارطاجيت معاكم بيضه في هذاك البابيو في الزرق ولبسو انا وياه بحال بحال اختي ان شاء الله الله يفكنا على خير. واي وحده زعما كتبعني كانت حامله الله يفكك اختي على خير. ندوزو لتاني بيجامه يا البنات. البنات كانوا كيصيفطوا ليا ديجا في تيك توك فاش كنا كنديروا اللايفات في تيك توك وداكشي تيقولوا لي شوفي راه واخا البنات عندهم زعما تجربه راه واخا غتولدي في الصيف راه المراه ملي كتكون زعما يلاه ولدات كتكون نافسه وداكشي تيكونوا عظامها باردين. حاولي انك تاخدي البيجامات اللي تيكونوا سخان ما يكونوش زعما باردين واخا الصيف. ولكن اختي راه قلبت حياتهم ياط ما لقيت انا اللي مشيت عندو كنقول لي بيجامه طروا بيس يدير فيا لكن غير دو بيس دابا خرجوا غير دوك البيجامات من هنايا خسارين ديال الصيف. المهم علينا خديت ثاني بيجامه هادي بالسروال سروالها عريض والثوب ديالها توبها سخون على هذيك واحد شويه فهادي توبها سخون. ها انت اختي ما عرفت انا اللي ضربني ضربني على الزرق راه كان
كنحاول انني زعما نهرب منه ولكن والو اختي. هذا السروال ديالها وثوبها رطاب والفوقاني ديالها بحال هكا تيجي بحال هكا شتي. هذا راه واخا يبان لكم بحال هكا راه طويل واحد شويه زعما مع السروال جاني هو هذاك السيري ديدات دياولها. انا كنحاول انني ناخذ زعما البيجامات بايديهم، ما تنبغيش ناخذ من هنايا اختي، ما تنبغيش نقرب قاع. وخديتها طاي كبيره على الطاي اللي كنلبس على قبل زعما حتى الا بغيت رضعت ان شاء الله بحول الله ولا شي حاجه. هنايا واسع فهمتوا، هنا واسع. ايوا هذه هي الثانيه يا اختي، قلت ان شاء الله بحول الله الا بقينا في الحياه ندير معاها هذا الفولار، هذا الفولار هذا، ولكن محال لحقاش عندي واحد الفولار بيض ما بغيتش ندي هادو كيبقاو يزلقوا، عارفه راسي ما غاديش نرتاح ليهم. اوكي ثالث وحده خديت، ثالث بيجاما خديت اختي بصدايفات. راه ما لقيتش اختي البيجامات بصدايف، ما لقيتش بيجامه طويله، وانا رواق قلبت حياط مياط والسوق كاع درتو وما لقيتش زعما كاين دوك الالوان. انا ماشي عجبوني السومو والغوز، داكش ماشي الغوز، السومو اكثر يف السومو 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 بزاف اختي، واحد القهوي واحد الموطار داكشي ما ماشي عجبنيش. المهم خديت هاد البيجامه هادي، هادي حتى هي ها نتوما تشوفوها طويله بصديفات حتى هي زعما بالكميمات ديالها. هادو كامل خديتهم كبارين على الطايل اللي كناخد على المعتاد باش اختي تجيني واسعه ما تجينيش مضيقه ولا مولفه زعما تلبس شي حاجه بحال هكا اوفر سايز شي حاجه كبيره. هانتي هادي بستريول ديالها، هادي اختي قطن شتي، هادي بستروال اختي. وحتى السراول ما تنبغيش دوك السراول تيكونوا كولو مثلا ما تيعجبونيش، الا ما كان زعما سروال سروال واسع مريح ما ناخذوش. هذه الثانية، شنو الثانية؟ هذه راه الثالثة أختي، الثالثة. وأختي خديت هاد البيجامة هادي، تقول لي بوا هادشي عامة قلتي لينا ما غتقويش علينا، قويت يا أختي سموحة الفنات. خديت هادي صراحة الله عجباتني، كتقول أنا كنشوف فيها هي كتشوف فيها تقول لي أجي عندي أجي 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 عندي. خديت أختي في هاد اللويان وأخيرا بدلت الزرق. خديت البيج، هانت اختي خديت البيج هنايا حتى هنا واسع البنات شتي ديالها واسع. بغيت غير زعما بحال هكا، الا انا ما عرفتش صراحه الله شحال ديال البيجا، انا عارفه غندي زعما معايا ثلاثه ديال البيجامات بحال هكا الماكسيموم، قولوا لي واش عندي الصح ولا لا، ثلاثه ديال البيجامات باش نبدل وداكشي. هادشي زعما اللي بارطاجيت معكم اللي خديت. نقدر غنخلي البيجامات في الدار، تنجي للدار يكون معاك بحال هكا مالين الدار، ولا الا جا عندك شي حيد ولا شي حاجه تلبسي زعما شي حاجه بحال هكا مستوره شي حاجه طويله فهمتوا، ما داكشي ديال التقزاب السروال ناقص على هذا ماشي ما تيعجبنيش، تنبغي شي حاجه تكون مريحه. ها انت اختي هذه طويله فهمتوا، وتا هي بالكمام ديالها. هانتي قولوا لي كيجاوبكم، راه ما لقيتش البنات كاع شي حاجه بالصدايف تجي زوينة يا خفيف. هانت السروال ديالها شتي اخيتي، السراول ديالها بالسروال و توبها قطن. هاد البيجامة عطاتها ليا ماما صراحة الله ما خديتهاش انايا، عطاتها ليا ماما حتى هي باقا جديدة، ماما ما تتلبسش كاع البيجامات بالسروال. عطاتها لي الحنانة يا اختي اللي عندهم بالله يخليها لي، شوفي عجبتني يا اختي، شوفي يا اختي شوفي طويلة هانتي، نتبردو فيهم اختي غير في الدار شوفي. حتى هي بالكميمة ديالها ونتوبها يا اختي قطن. عرفتي البيجامة اللي سميتو كنبقى ندير ليها هكا واش كندير فيها التجربة. ها السروال ديالها هادي درتها مع واحد الفولار بلوميرين، فين هو؟ ها هو يا اختي درتها مع الفولار بلوميرين، هي فيها زعما القوس. ما عنديش معايا كلشي هادشي لحقاش هادشي بزاف. حاجه اخرى
قلت زعما هاد البيجاما هادي اللي غنبارطاجي معكم كان ديجا عندي ياك. تقول لي علاش لحقاش ما خديتش شي وحده بالبينوار زعما سخونه، شي وحده بالبينوار سخونه ما خديتش، وما لقيت زعما شي حاجه بالبينوار سخونه ما لقيتهاش اختي والو. هاد البيجاما اختي غنديها معايا باينه هي اللي غتلبس. شوف اختي هادي اختي مو برا سخونه، واخا انا عارفه راسي مبراده، المهم غنحطها في المانيطه هي الاولى فيها الصديفات بالكمام ديالها ما كرهتهاش، وكان هاد التحتاني ديالها طويل واخا يكون البينوار قصير بجمال والسروال ديالها. هادي كنت خديتها في هاد الفتره هادي اللي انا حامله فيها زعما، ولكن كنت كنلبس غير البينوار ديالك، كيعجبني البينوار ديالك كنلبسو هانت السريول وفيها البينوار، حيت قالوا لي خوضي معاك شي بينوار اللي يكون سخون. عندي هذاك الابيض راه هو كبير، الا درتي في الباليزه ما غتزيديش باقي شي حاجه اخرى، غتدي غير هو حيت غليظ. هانت اختي هذه بالبينوار ديالها مركز زين، شتي بالبينوار ديالها. هاجي ديري معايا اختي اي زيف. هانت عندي هاد الفولار هذا ابيض، شوف اختي الفولارات راه ما خديتهمش ديجا كانوا عندي راكم عارفين. هذا اختي ديال الباندا، شتي ديال الباندا وتلوي عليك بحال هكا. هادي هادو حتى هما ما خديتهمش عطاتهم ليا ماما، ولكن راه مازال جداد. هانتي اختي راه باقا في التيكيته ديالتو، شريتهم ديك النهار ما صافي قالت لي غير خوضيهم. علاش لحقاش انا كنلبس كولونات وماما تلبس بحال هادو تيكونوا سراول تيكونوا واسعين، شتي باقيين جدادين. قالت لي ما بلي ما تشريهم، هانتي واحد اختي في البيت واش زعما الا استعملتو، حيت ما عرفتش ما عرفتش واش غادي نحتاج هادشي كامل ولا ما نحتاجوش. المهم كاين هاد الكولون هذا في البيج، وكاين هاد الكولون هذا في الابيض. انت خيتي في الابيض. شنو اخر البيجامه اللي كنت كنقلب عليهم انا باش ناخذهم هما بحال هادي اختي، هادي حتى هي كانت عطاتها ليا ماما. كون زعما في السوق لقيت بحال هاد الموديل هذا كنت غادي ناخذه اختي، وانا نتفكر هادي عندي عشي عجباتني وما عمرني لبستها، والله البنات ما عمرني لبستها من نهار عطاتها ليا، كنقول زعما خليها دابا لبسها دابا لبسها دابا لبسها. شوفي اختي هادي بصديفات وطويله، عارفيني انا مالي نضرت نموت على شي حاجه بالزرق. هادي تتجي اختي طويله فنه غزاله مريحه يا سلام. شنو اخر باش نقلب زعما على شي بانطوف، ماشي بانطوف صنداله بانطوف عرفتو، داكشي ما لقاكش اللي كنقول ليه بانطوف تيقول لي سخون الحال او مابقاش الوقت ديال البانطوفات، وانا نفكر بلي ديجا عندي هادي. يلا غيكتاب انت باقا اختي بالتيكيت ديالها ما عمرها تلبسات باقا جديده. صافي ماشي ضروري اختي ناخذ الابيض ولا ناخذ البيج، بانطوفا يسخنوا رجليا. السلام عليكم، هادشي اللي كاين صراحه. واه نبقاو حنا نضيعوا في الفلوس اختي، نبقاو اختي حنا نضيعوا في الفلوس، نبقاوش نضيعوا في الفلوس. اهم حاجه اللي قالوا لي خوضي اللي هي هادي زيد حياتي المساند الرسمي، هذا ديجا كان عندي هاد زيد حياتي، وهذا خديته هذا جديد، عندي هذا وعندي الكري وهذا، ولكن هذا خديته هذا جديد، وهذا ديجا كان عندي. البنات قالت لي وحده شوفي راه ما تاخديش غير واحد، خودي جوج ديال زيد حياتي لحقاش زعما مع كتعرقي وداك الشيء وهي خصك باش تبدلي، وحاولي انك ما تحيديهم زعما تبقاي جا مع راسك باش ما يضربكش البرد. ايوا صافي اختي ها هما خديت جوج زيف حياتي شي غزاله معايا، كتبات عليا كنا في الكومونتير ودرت لها قليب وبقيت عاقله على داك زيف حياتي غناخذو غناخذو. هادو اصلا هذا ما خديتوش كان ديجا كان عندي، هو التيشيرت ديالو هذا تاع الشورت، ما عارفش واش غادي نحتاجو ولا ما غنحتاجوش، ولكن داك الشيء زعما اللي عندي جديد واللي غنحتاج ديك الوقيته جبدتو كامل حطيته هنايا. هذا ديجا كان عندي هو الشورت ديالي، هادو كنت خديتهم في رمضان
دابا زين انا مازال ما بديتش كنوجد شنو غناخذ شنو ما ناخذ صافي عشتهم عند السيد عجبوني خديتهم هذا التيشيرت وهذا والشورت ديالو ولكن انا كنت البنات كنقلب على بحال هادو انا نوريهم لكم علاش هما اللي وليت كنرتاح فيهم هادو اختي هادو انت اختي شتي كيفاش كيجيو هادو طوال واحد شويه طوال على المعتاد واسعين هادو اختي قلت اللهم ناخذ شي حاجه واسعه وطويله و مستورة تكوني تخرجي بها هكا زعما مريحة ليا وانا نلبس بحال هادو انا بحال هادو دابا هما اللي عندي ما بقيتش كنقدر نلبسهم حاليا ولكن من بعد ما عرفتش كتجيني مزيره ومش نحمل شي حاجه تزير لي على كلشي كاع ما نحملش نزير عليها خديت اختي منهم جوج تمخمخه اختي تلبسي واسع مع راساتك قولي لي اختي راه جمعتي كلشي راه جمعتي كلشي شنو باقي خاصك المهم غندوزو ل كنت ديجا خديت هاد السنيدال غنوريها لكم ها هي ما غاديش نديها معايا صراحه ولكن ما تعرفي نهار يشدك الوجع على غفله غتخرجيها في رجليك وغتزيدي المهم غنبارطاجي معكم هاد السنيديله هادي ما خديتهاش زعما على حساب باش نديها معايا ولا هذا لا هادي كنت ديجا خديتها راكم عارفين مؤخرا وليت كنلبس غير السنار ديال البلاستيك هي باش كنرتاح اختي صافي ما كنقدرش نلبسها اي واحد جاتني خفيفه مازال ما كسبتش اختي نلبسها ولكن قولي لي نهار عايش داك الوجع ديال بصح غتخرج في رجليك وغتزيد خديت هاد الطريبيت هذا ديال الدوش هذا غير خديته وصافي نبارطاجي معكم المشتريات وصافي هذا غير خديته عجبني في هاد النونوس وخديته شنو اخر ندوزو لحاجه اخرى الله يا ربي الحبيب خديت اختي الملابس الداخليه ولكن علاش نوريك كل حاجه بوحديتها نجمعهم بحال هكا ونوريهم لك جمله نوريهم لك اختي جمله هذا ديجا كان عندي وهادو خديتهم هادو ديال الرضاعه اللي فيهم ديك اللعيبه تتحل بحال هكا وهذا ديجا كان عندي ها عندي فراسكم قلت لكم البنات انا اللي ضاربني على الملابس الداخليه واش كناخذهم بزاف حتى باش كنت بكلمين في ايامات العيد راه كنقول عندي ولكن فاش كنمشي ندور بحال هكا لا اول حاجه خصني ناخذ اللي هي ملابس الداخليه المهم هذاك البلان معروف صافي خديت تقاشر خصني ما عرفتش فين درتهم انا معروف عليا كنلبس غير تقاشر طوال خديت جوج تقاشر قصار ما عقلتش فين درتهم وهنايا اختي الكيلوطات داك الشيء هادو ديجا كانوا عندي هادو حتى هما باقيين بالتيكيت ديالهم انت باقيين جدادين اختي باقيين جداد وفاش كنمشي ناخذ زعما كناخذ القطن فهمتوا كناخذ القطن البنات ما كاينلاش عاوتاني نولي نشريهم وهادو بحال كنت عالمه ولا عارفه ولا ما عرفت شنو خديتهم حتى هما طاي كبيره هادو هنايا خمسه ولكن ما غاديش نديهم كاملين المهم هذاك الشيء كامل ان شاء الله بحول الله داكشي غندي معايا هاد الملابس الداخليه والتقيشرات وهذا الشيء غادي نجمعهم في هاد لاكروس هاد هي البنات هادي عندي دابا مودة هاد لاكروس هادي عاتي ملي كنكون حتى مسافره وداك الشيء هي باش كنجمع الباندات نجمع الليكات نجمع كاع داك الشيء اللي كنحتاج فيها هنا فين التقيشرات غنزيد باقي الباندا ديال الزيف تحت الزيف باش ننساهاش فيها يا اختي فين ديري هنا وفيها هاد الجهه وفيها هاد الجهه فيها البلاستيك هادشي عرفتي كتنفعني صافي اختي هادشي اللي خديت باقي ليا باقي خاصني غير لي برودوي ديال البيبي زعما ديال الدوش وديال هذا هادوك ان شاء الله بحول الله نخليهم بوحديتهم هما وديكوش وديكوشي غنستعمل ديكوش كبير وهذا الفوطات الصحيين وداكشي هذاكشي بوحديتو خديت ديجا هادو انايا هادو اصلا انا كنستعملهم زعما ديما ماشي حتى دابا خديتهم ديما كتلقاهم عندي هادو ما كيخطاونيش شنو اخر صافي هادشي اللي كاين اختي المهم الا بانت لك زعما شي حاجه ناقصاني قوليها لي في الكومونتير بان لك هادشي يكفي
وليا صافي صايي بركه باش يلاه اختي نرتاحوا نوضوا نوجدوا العيد الاضحى الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. راكم عارفين قلت اللهم اختي نحيد عليا هادشي على شي ساعه نحطو يرتاح وتا انا دماغي يرتاح باش نشوف شي حاجه اخرى عاوتاني. ايوا هذا ما كان حاجه اخرى خديت هاد الفيطات هادو يا اختي 3 بياس في الدار هنايا عندي فوطات عندي بحال هادي زعما المويه وعندي فوطه ديال الدوش هي وهذا الطريبيش ديالها ولكن معليش زعما فوطه كبيره وفوطه صغيره وفوطه مويه داكشي صافي خديت هاد الباك هذا فهمتي مسال الباك ولكن في دارنا لي عندي زعما الفوطات هذا مكان البنات. الغزاله ديالي حتى هنا يكون سال الفيديو ديال اليوم بطبيعه الحال الى عجبك ما تنساش ديري لايك وسبسكرايب وكذلك تفعل الجرس ويلا خاصني شي حاجه ولا شي تبعات ولا شي تخربيق بحال هكا كتبها لي في الكومونتير كنبغيك بزاف 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 كبار ليكم يلا تهلاو لي في راسكم سلامه.